خلج الخلج شامي ومغربي، ابن البلد وابن العرب والأجنبي. يا شمس هدي وود حدي وغربي، ونبتدي الجول بالصلاة على الوقت. تروح للحج عبد الخالق تحدد معاد فرحك على ام الخير. ما هو انا قابلته، صادفني على الزراعيه اول ما جيت وحلف عليا وخدني معاه عشان اتغدى بالعافيه والله يا اخويا، واتكلمت معاه واتفقت ده بعد ما وفقيتك طبعا. على بركه الله. الخميس اللي بعده الجاي كده خبط لزق. يلا بقى خلينا نخلص يا ابو علي. الف مبروك يا عبد الله. واخوك العمده قال لك ايه؟ قال لي على بركة الله
وقال لي بلغ حسن اخوك ينزل كفر الشيخ عشان يقول للحجه تعمل حسابها وتفصل في سنه رضوان اختك. وانت فرحان يا عبد الله؟ ايوه طبعا فرحان. هو جوازي زعل يا ابو علي، خصوصا لما تبقى العروسه بنت الحاج عبد الخالق الحسيني. حكمان يا ابو علي بجلد اخوك العمده في كل حاجه. اول ما فكر وقال يا جواز اختار الجزيه بنت الحاج عزام، وفي نفس الوقت كان بيحب خضره بنت خالك عبد الرحمن، لكن كفت مين اللي تطب وتكسب؟ كفت الحاج عزام. ليه؟ مال وطين وتجاره في ثلاث بنادر. انا اخترت بنت الحاج عبد الخالق الحسيني، اغنى اغنياء بشنين واللي عنده مال يملى زكايب. السحت والربه ونص دم الفلاحين. بتقول حاجه يا ابو علي؟ بقول المال مش كل حاجه يا اخويا. قصدك يعني ان ام الخير شكلها مش ولا بد؟ انا عارف، بس على راي اخوك شاهر مفيش واحده في صنف الحريم دي وحشه، احنا اللي نظرنا على جده. اه والله. وبعدين ليه حل؟ شويه مفتجه من اللي بتعملهم امك الحاجه ست اخواتها يخلوها مربربه وملظلظه زي بنات الترقه. ايه سيبني اعرف فين يا ابو علي. جرالك ايه يا عبد الله؟ مش انت اللي لسه مبلغني دلوقتي ان العمده بعتني عند الحاجه ست اخواتها كفر الشيخ؟ ما انت اللي نسيتني، فتحت موضوع الجواز ونسيتني بقول ايه. على العموم عدى عليا في مجاعدي عشان اديك امانه توصلها لشقه اخوك. ولو اني مش فاهمك يا عمده، لكن على بركه الله. مش فاهمني ليه يا مولانا؟ كلنا عارفين انك لا بتطيق عبد الخالق ولا هو بيطيقك، وانا متاكد وعارف انك لو طولت تكرشه من البلد مش هتتاخر. دلوقتي شايفك بتستعجل جواز اخوك عبد الله من بنت ام الخير. طيب تيجي ازاي دي بقى؟ فهمها لي. المساله بسيطه يا شيخ حامد. انا ما اقدرش اطرد كبير الحسينه وعين اعينها وصاحب اكبر ارض في زمامها، وفي نفس الوقت مش مأمن له، لازم احمي ظهري منه واكسر له انياب السم، اطرمه زي ما بيعملوا الرفاعية. ومش هقدر انول ده غير لو بنته وحدته تحت ايدي في داري وحكمها في ايد اخويا. بسم الله ما شاء الله، ربنا ينور لك دماغك كمان وكمان يا عمده. ام الخير فعلا هي حبت قلب عبد الخالق ونني عينه، واللي يضمن رضاها يبقى حط عبد الخالق كله في جيبه. الشمس كانت حامية، عم شهاب مسكني شمسية وغطى هو راسه بمنديل، والزراعية لسه فيها يجي 15 كيلو على ما نوصل كفر الشيخ. كانت أول مرة أنزل فيها كفر الشيخ، ما كانش حد فينا بينزلها كتير. أنت تعرف كفر الشيخ كويس يا عم شهاب؟ مال يا سي حسن، داني متربي فيه من ايام الحج اسماعيل ما جه سكن فيه. كلام ايه ده يا عم شهاب؟ يعني احنا كنا قاعدين الاول في كفر الشيخ؟ مش الكل، ده الحج لوحده. والله ماني فاكر يا ابن سيدي، انا كبرت وخرفت، جايز ما يكونش الحج، يمكن يكون حد تاني، واني اللي دماغي اتلخبطت. مش عارف ليه جه في بالي ان عم شهاب كذب في الحته الاخرانيه دي. ايوه اكيد افتكر ان لسانه سحبه اكتر من اللازم. هو كان سلج بيض ولا فضيحه وعايزين يداروه؟ يعني مجرد رسول يما، وما على الرسول الا البلاغ. وماله يما؟ ادام الكل موافقين على الجوازه هتقفي فيها ليه؟ وقفت الميه في زورك. اني واد مش ممانع، اني بتكلم عن الميعاد. ما هو بيقول يما لسه جمعتين. وهما الجمعتين هيقضوا ايه ولا ايه؟ الكلام ده بالنسبة للعروسة أم العمدة، ودام أبوها هو اللي متفق يبقى عارف ظروفها كويس ومتأكد إنها مستعدة. أنا اللي هيجنني بجد هو ابنك العبيد ده. يخرس يا ولد، مين ده العبيد؟ مش قصدي اللي في بالك طبعا، هو نقدر ولا الشيخ حسن كمان، ده بركتنا وحبيبنا. صراحة أني بتكلم على الجدع اللي ملهوف على جدار ده. حرام عليك يا شاهر، ما تقولش كده على أخوك عبد الله. يعني أنت مش عارفاها وشفتيها كويس يا رضوانة؟ أيوه، مالها أم الخير؟ والله العظيم يما دي طيبة وكلها طيبة وحنية. هتقولي لي عليها يا رضوانة؟ أنا تعد مربياه. مربياه؟ أما تتأكدي كده يما، يمكن تكوني رضعتيها على حد من إخواتي ولا حاجة، أو تنجي عبد الله من إيديها. بلاش كلام فارغ بلوش معني. عبد الله اللي بتقول عليه عبيد دي أذكى منك وأعجل منك، يا ريتك تبقى في نص عقله. كل ده
عشان هيتجوز بنت عبد الخالق الحسيني؟ تكونيش فاكرة انت وهو انه عشان هياخد بيته هيفتح له خزينه ويقول له اغرف؟ ابقوا قابلوني انا اهو وانت اهو وبكرة تشوف. وعلى رأي المثل ياما، طمعانجي بناله بيت فلسانجي سكله فيه. رايح فين يا حكيم زمانه؟ ما انت عارفة ياما هالحاجة نام لساعة عشان اربي سهرة. ايه حكاية السهر ليلتي دي يا والد؟ والنبي ام العمدة تخف عليا شوية، وان شاء الله انا مش عامل حاجة تزعلك ابدا. يا ابو علي مش هتيجي سهرك الليلة؟ ملكش دعوة بحسن، بوعاك تهوب ناحيته. فكر فيها حسن. قولي يا حسن. نعمين يا رضوان. سمعنا يعني من جيراننا ان في انفار كتير من اللي كانوا محجودين عند الانجليز. اصل الكشف جه المركز وشاهر ما لقاش في اسم حماه. بجد يما؟ وانا امتى كدبت عليك يا بنتي؟ يعني ابا الشيخ يونس والاستاذ بشير ما وصل لهمش اي اخبار عنه؟ هو جعفر رجع فعلا، انما حمد ماله؟ ماله حمد يا حسن؟ بالانجليز خطفوه وصفروه الهند. ايه؟ الانجليز خطفوه وصفروه الهند؟ ليه؟ على اسمك امال مالك يا حبيبتي؟ مالك يا بنتي؟ حد يلحقني بحكيم؟ ده مزيج انا اللي مركبه بنفسي يا هاني. هتديها منه معلقتين، مرة الصبح وقبل ما تنام بالليل، وهبعتلك برشام تديها منه 3 مرات بعد كل اكل. متشكرين يا حكيم، بس إلهي لا يسيئك، قول لنا بيها إيه؟ ولا حاجة، الأنسة بنتكم زي الفل. ماليه اللي خلاها تسورك كده؟ صدقيني يا هاني، هي بس نايمة شوية، وهتقوم من النوم أول ما تسيبوها لوحدها. أمال البرشام والمزيج اللي اديتهم لها يطلعوا إيه يا سي بقطر؟ مهدئات يا ملك، تعالي ورايا، عايزك. استنى، قول اللي أنت عايزه دلوقتي يا بقطر. انا لازم افضل مع الهنم ام العمده شويه، ما يصحش اسيبها بسرعه كده وبنتهم تعبانه. انا كنت هجيب الدواء من عند وديع واديهولك عشان تجيبه له، بس خلاص مش مهم لما ارجع من العش. طب ما تتاخرش. الحكيم مستعجل ليه يا ست ملاك؟ برضو ملاك زي بعض، اندهلي زي ما يعجبك. الدكتور كان عنده مشوار مهم وعايز يلحق. بس الحكيم ما خدش اجرته، خدي الدهال انت. عيب يا ست الحاجه، ده احنا جيران. والجار يوفي بحق جاره. ما تتعبيش نفسك، مش هيحصل. الله في سماء والمسيح الحي ما هيحصل. ايه بشنين ذات نفسها ما كانش فيها جبط كتير، لكن السخاوية كان فيها، وكان في بلد تانية صغيرة على طريق الحمول اسمها عزبة النصارى. وعمري ما سمعت كلام ولا شفت حاجة تخليني اخد بالي ان في مصارها جبط ومصارها مسلمين، لغاية ما شفت الخناجة اللي ما هياش خناجة على اجرة الحكيم بكتور بين أمي والست ملك. وكانت أول مرة أخد بالي من الفرق بين الحلفان هنا والحلفان هناك. ربنا يديم المحبة ويشفي رضوانة ويطمنك عليها بالإذن بقى. لو النبي لأنت قاعدة، لو ما كنتيش بس تحلفي. صديقة. نعمين يا ست. اعملي لنا قهوة من عناية الاثنين. وانت يا حسن تعال احكي لنا على كل اللي حصل في البلد في الليلة إياها، ها؟ وما تخبيش حاجه، الست ملك ما هياش غريب. رجيحه. ايوه يا ست. خشي عند ستك رضوانه، اول ما تصحى تعالي بلغيني. الانجليز خطفوه وصفروا الهند. الهند يا حماد. الهند. بتندهي عليا يا ست رضوانه؟ اصلي زي ما اكون سمعت صوت. سيبيني لوحدي يا رجيحة. بس ست الحاجة منبهة عليا ما فركيش. سيبيني لوحدي يا رجيحة. طب بصي أنا هقعد ساكتة زي القوم. قلت سيبيني لوحدي يا رجيحة. حاضر حاضر أنا طالعة أهو. مين؟ بلاش دلوقتي يا حسن، مش عايزة أتكلم مع حد. أنا شاهر يا رضوان مش حسن. عاوز ايه يا شاهر؟ اللي عايز ايه؟ عايز اطمن عليك. هو انا مش اخوك يا بيت؟ اطمن، انا ما بياش حاجه.
لا بيك يا رضوان، حسن حكالي على كل حاجة. انت صحيح يا بنت لسه متشعلقة بالواد حماد السخاوي للدرجة دي؟ اعمل معروف فيا يا شاهر، انا مش عايزة اسمع السرادي لا عايزة اتكلم فيها ولا عايزة حد يكلمني فيه. يا بنت دول بيقولوا راح على الهند. ما يروح ما تروح ما يروح يا شاهر. عارفة يا بنت رضوان انت علاجك ايه؟ تتجوزي. سيبني في حالي يا شاهر، مالكش دعوة بيا، سيبوني في حالي. ولا لو تشوفوا ياما العمده هو واقف بطوله مش لاقي حد حواليه من اخواته، اني لابد مع بشير السخاوي بتفرج وعبد الله وشاير هنا في قفل الشيخ. تلاقيه بعيدهم عن البلد زيني، حكيماني عارفه دماغ ابني فتح الله، خايف لحد من اهله يتخاطف ويهددوه بيه. ثم احنا كنا هنعمل ايه يعني ياما؟ احنا يا دوب اتنين بس باجي جدعان البلد معاه. لا باجي يا شاهر، اسمح لي اقول لك ان اللي ما حضرش الليله دي بفشنين خسر ياما. معلش بقى سامحوني، اصلي ماليش في حواديت الخناق والضرب والحاجات دي، وان شاء الله نبقى نطمن على رضوان. ليلتكم سعيده. مع السلامه، مع الف سلامه. بط يلا بينا يا ابو علي. شكرين لك انت والحبيب. هتخرج معايا كده ولا هتغير هدومك؟ الحاجه مش هترضى يا شاهر. مالكش دعوه بالحاجه، سيبها عليا. عايز تاخده فين يا شاه؟ بعد اذنك انا يا حاجه هاخد الشيخ حسن ازوره سيدي طلحه ونطلع على معزة وصف الماريا. اخويا العمده مشغول، واني بقول يعني اني وحسن نسد مكانه الواجب دي. هو في همايتم في بيت الماريا؟ لو انت ما عرفتيش ياما ولا ايه؟ ده المنادي عمال ينادي طول النهار ويقول توفي الى رحمه الله تعالى الحج وصف الماريا. ايه ياما؟ ما سمعتيش ولا ايه؟ لا، هو يقرب لعثمان به المري؟ ده كبير العيله كلها يا اما. يبقى لازم نبعت لفتح الله يجي يعذب ذات نفسه. يا اما اخويا غرجل له شوشته في تكاتيك المعركه وبيوضب امور، معقول هنسيبه ده كله ونقول له تعالى عزي؟ طب ما هيقول لنا امال انتوا بتعملوا ايه؟ محسوبين اخواتي بالاوانطه؟ الامر لله. روح معاه يا حسن. بينا يا ابو علي، اتكلنا على الله. مع السلامة يا ولاد. الله يسلمك يا حسن. وعليكم يا صديقة. نعم يا ستي. صديقة تعال وروح قولي للست ملك تجيني، أني عايزاها. كفر الشيخ طلحة ده كان اسمها الحقيقي نسبة للولي اللي جه من المغرب زي العادة واستوطنها، سيدي طلحة أبي سعيد التلمساني اللي يبقى خال السيد البدوي شيخ العرب زي ما بنسميه، والاتنين يقربوا لابو العينين سيدي ابراهيم الدسوجي وسيدي محمد الطاهري الايرواني، كلهم استوطنوا مصر بنفس الطريقه، متصوفين رايحين الحجاز يحجوا ويرجعوا يستوطنوا مصر وما يكملوش طريق رجوعه. كفر الشيخ دي مركز عباره عن شارعين ثلاثه حواليهم بيوت جنب مقام سيدي طلح، وبعد ما تعدي ترعه القاصد شرق البلد تلاقي منطقه انضف شويه عشان فيها سكن الحكام والمستوظفين اسمها العشه، يعني الاسم بالاختلاف. وعلى فكره ابو علي العشه دي اللي فيها المدرسه والمعهد الديني بتاعك، يعني دي طريقك اللي هتمشيه كل يوم. لو اخذ ابو العبد عايز يا ولا متولي الحاج غازي الهيئات معازه. قول له مش فاضي. بعدين حاضر يا ابو العمد. مين الحاج غازي الهياتمي ده يا شاه؟ غازي الهياتمي ده اكبر عطار في البلد، وبيقولوا انه كان صاحب ابويا جوي، ومن يوم ما جينا كفر الشيخ وهو راكب على كتفنا زي جرد الحاوي وعامل فيها ولي امرنا كمان. طب ومالك مش طايقه كده ليه؟ اديك هتحتك بيه وهنشوف هتطيقه ولا لا. طيب هو احنا كنا رايحين فين؟ هنروح العشه يا ولا، في هناك مطرح هتنبسط فيه قوي، ما بيقعدش فيه غير بتوع الإدارة والمستوظفين الخواجات والمصريين وظباط الإنجليز. عشة إيه؟ أنت مش قلتلي إن إحنا هنروح نزور سيدي طلحة وبعد كده هنروح نعزي؟ وأنت صدقت يا حسن، أنا كنت بقول كده للحج عشان تسيبنا. بتروج معايا أمال يا أبو علي. خير يا هاني؟ رضوانة تعبت ولا حاجة؟ لا رضوانة بخير والحمد لله، أني بس اللي قصداك في خدمة
ولو اننا تعبناكوا النهارده. ما تقوليش كده، ده انا بفرح وبكون سعيده لما تطلبي مني حاجه. انا عايزاكي تقعدي معاها على ما اروح مشوار واجي، ساعه زمن ما فيش غيرها. يا سلام، بس كده انا هفضل معاها لحد ما تروحي مشوارك وترجعي على اقل من مهلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرب يا حسن، جرب. ليه بقى؟ حسن اخويا لسه واصل من بشنين طازه ما بقالوش ساعتين. دول بقى ابو علي ولاد اكبر واغنى ناس في المركز. ده سعد طلال، اما ده عاطف ميخائيل، وده بقى عمر المكاوي. بيجوا هنا مع ابهاتهم وشويه كده ونفلسع كلنا ونسرح على كيفنا. انتوا بقى لما اهليكوا بدور عليكم ما بتلاقيكمش. عفارم عليك يا عم حسن، ده سؤال في الصميم. جاوبوا بقى يا سي عمر. ايه الصعب في الاجابه دي؟ الصعب ان احنا هنفضح ابهاتنا المحترمين في نظر الشيخ حسن، وهو لسه بشوكوا. ايوه صحيح، ايوه صحيح. ما تكفي على الخبر مجور وبلاها سيره يا سعد. ايه الكلام ده يا شاهد؟ انا عايز اعرف. انا اقول لك يا شيخ حسن، ولو انك لسه صغير ومش عايز افتح عينيك، الحكايه بقى لا انا لا عايز اعرف الحكايه ولا روايه ولا عايز اسمعك ولا عايز اقعد هنا من اصله. السلام عليكم. حسن استنى يا حسن. ولا حسن، انا مش ولا يا شاهر، انا ليا اسم تناديني بيه. جاك هابط فيها ايه يعني؟ ما اقول لك يا ولا، هو انا مش اخوك الكبير يا ولا؟ العمده اكبرنا كلنا، وعمره ما نده لحد فيني وقال له يا ولا. يا سلام، وجعتك قوي يا ولا. طب اذا كنت يعني بقولها لك عشان يصح برضك تصغرني كده قدام جدعان البندر؟ واللي صح ان جدعان البندر بتوعك دول اول ما يشوفوني يتريقوا علي، واللي اسمه سعد طولان ده يقول لي انت لسه صغير وفتح عينيك وابصريه. بقول لك ايه يا حسن، انا مش شايف فيها حاجه تزعلك او تخليك تتقمص. هاني غيرك يا اخي. ده غير ازاي يا حسن؟ ما تزعلش، ملعون ابو اللي يزعل. شفت اديك اول ما ابتديت الكلام لعنت ابونا الله يرحمه. بقول لك ملعون ابو اللي يزعل اللي ما تفهم بقى دهدي. اصلك يا شاهر واخد الدنيا لعب وهزار، ودايما ماشي لي ورا مزاجك وهواك، ما بتفكرش في حاجه جد يا اخي، ولا بتعمل حساب لاخوك اللي عملك نايب ورمى عليك مسؤوليه لما قومك مقامه. واديك فاكر اللي حصل. انا ما حضرتوش لكن عرفت، وعرفت كل حاجه. يا اخي لا بتعمل حساب لنفسك ولا بتوجر روحك لما خليت الغفر اللي بيحرسوك هم اللي بيترصدوا لك ويضربوك. اني بقى عكس الكلام ده كله، اني كرامتي عندي فوق اي حاجه، ولما يجي واحد غريب يبتدي معايا الكلام بهزار وقله قيمه لازم انا اوقفه عند حده. يا حسن، معقوله في سنه واحده تكبر يجي 10 سنين؟ ولا دي علام الشيخ مجاهد جوز عمتك؟ كلامك كله صح، واني دلوقتي بس عرفت انت تقصد ايه. ثانيه، مش عارف ايه اللي خلاني طلعت كده. مش ناقدر اتعدل او اتغير، يمكن حابب نفسي كده، يمكن حابب الدنيا كده ملهاش الجد، يمكن. بس تعرف يا ابو علي، انا انبسطت قوي انك هتقعد هنا في المدرسه اللي في كفر الشيخ، يعني هتفضل جنبي. انت صحيح غيري، بس احنا الاثنين لازمين لبعض. اتفقنا، ادخل بقى لاصحابك واني هروح. تروح فين بس يا ابو علي؟ لو انت فاكر اني جايبك ويايا عشان افرجك نادي هندسه الراي، لا يا ابن والدي، الفرجة الحقيقية جاية. Thank you.
الله يا ابن ايه في ايه لو كاو كاو كاعتي جنبك تقدري مش هيسمعك، أنا بقول تنزلوا له أحسن وتشطبي القعدة. سلام. ده مين ده؟ ده الأسطى حكمة الترزي ومات. في إيه ده بوصله معايا؟ فواجه بقى يا حسن، خليه ينزل بيته. ما هو يا استا حكمت، استا حكمت في في بيتكو، الحاج يطلع بقى قبل الفجر ما يدن والست شكر تكرشك تاني. تكرشني؟ معك حق، معك حق. يا ابويا جسمي يعني. متشكرين يا عمدة، متشكرين. يا انت مين؟ دي حسن اخويا. هنعمه اكرم يا سي حسن. كده برضك يا ولا حسن، دي حركة تعملها برضك تسهيني وتهرب من القعدة عشان تطلع تقعد في الكاريتة. ما عجبنيش الجو، جو سكر وعربدة. انت ما فيش فايدة فيك يا شاهر. سكر ايه؟ انا ما بدوهاش. سيبك من الخمر، تقول ايه في الغازية اللي كانت كل حبة تعبط فيك وانت تحط لها بربع جنيه؟ تعرف بقى فين. الله يجازي شطارك يا ولا حسن. دي تسالي يا جدع، تسالي. امال هنعمل ايه في ليل البراري دي يا اخي؟ بدل ما تضيع وقتك في التسالي الفارغة دي، قضيه في قراية القرآن الكريم والعبادة. والله صحيح، فكرتني يا ولا حسن. ما تيجي ازورك سيدي طالحة. والله شكلك ما انت جايبها البر يا شاك. ساعة الحظ ما تتعوضش يا شيخ حسن. يعني مش عارف، والله ما عارف، الراجل ده مصمم يقفل باب السكة من جوه كل ليلة ليه؟ مش عارف. الظاهر ان البندر كله كده، في تسوق برضه بيقفلوا ابواب السكه، بس ده غير عندنا في البلد خالص. عندنا في البلد كله مفتوح للنهار. ايوه، عشان امان. ماشي يا بتاع الامان، قول لي بقى الراجل ده ما بيفتحش ليه؟ ايوه حاضر. حاضر ايه؟ جرالك ايه يا عبد التواب؟ هو كل ليله كده؟ معلش يا بيه، ده اوامر المكويه وانا شغال عندهم. ماشي يا بتاع المكويه، وش دخل الكاريتا الحوش وعش الحصان؟ ولا اقول لك صح، شاب خليه هو يعشيه. شاب مين؟ ما ماشى. ماشى راح فين؟ والله ما انا عارف، ابو العمده راح في ناحيته. انا كنت بصطاد صبيع الجاز من عند الشمل وانا راجع اتكعبلت فيه. على فين؟ قال لي ام العمده بعتها مشوار بشنين. ايه هو؟ مانيش عارف. تفتكر ليه يا شاهد؟ الراجل ده سافر البلد ازاي؟ احنا معانا الكاريتا. هو قال انه هيركب الدلتا، ما لقاش هركب حمار من المكالمة. وبعدين انت عايزه في ايه؟ ما انا معاك اهو. بقول لك ابو علي، ان الفار بيلعب في عبي. هيكون في ايه بس يا شاهر؟ تعال نطلع واحنا نعرف. الزمن هم نام. امال مين اللي هيفتح لنا الباب؟ المفتاح، زي ما بندخل كل ليله. يا
يا الدنيا ضلمه كده ليه؟ انت مش قلت لي ان البيت ده دخلته الكهربي؟ صبرك صبرك شوي لما نشوف مفتاح النور فين. اهو ليه كده يا اخي؟ ده النور ده اللي مقعدك كده في الضلمه. ام نوركو كفايه يا حبايبي، رحت عزيت يا شاهر؟ ايوه امال ياما، داني كمان قعدت اني والشيخ حسن لغايه لما المعزم فض والفيجي خلص، ويعني قلت اقعد مع الناس شويه عشان اواسيهم من الواجب. والله ما شفتكش هناك، تكذب على امك تخليها تجيبنا على ملاوي الشيء، واروح انا وهي نعزي فراجل ما مجش. هاني صدقته ونزلت معاه من هنا على اننا رايحين نعزي وبعد كده نزور سيدي طالح. اسكت انت يا حسن، قول لي يا شاهر، كنت محتاج تكتب كذبة تموت فيها راجل ما ماتش علشان ايه؟ بصراحة يعني يا ابو العمدة، ام العمدة هي السبب. ايوه هي اللي ما كانش لادد عليه تسيب حسن اخويا يخرج معايا، فقلت لها كده عشان تسيبنا نخرج. لما اتحدث معاك تبص لي ما تدورش وشك. فيهاش حاجة يعني يا ابو العمدة؟ لا فيها، فيها شاهر قلة حياة. طب وليه يعني ما تقولش اني هايبك ومستحي من اللي عملته؟ عشان مش هوعدك ومش هصدقك. مش هتصدقني؟ ما تتكلمي يا امه، تكلمي، قولي اي حاجه تكلمي. سيب الحاجه في حالها، كلمني انا. بصراحه يعني يا ابو العمدي انا ما عنديش كلام تاني اقوله بعد اللي قلته. بالاذن بقى انا عايز انام. انت محتاج تنام فعلا، انت وحسن اخوك الصغير. خش نام، بكره الصبح لنا قاعده وكلام تاني. يعني مش هنام دلوقتي، يعني هدخل اغير هدومي واتوضى واصلي الفجر الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. هما بيطلعوا امتى؟ هما مين دول يا امه؟ العفاريت اللي بيتنططوا على كتافك وخلوك تسخسخ من الضحك. يا امه انا بفتكر منظر انا وانت واحنا ماشيين في شارع جماعه المريه، وكل ما نقابل حد ونقول له معزه وصف به فين يبص لنا كده ويخبط كف على كف. طيب لما طلعنا البيت وهس، لا قران ولا عديد ولا حتى باب مفتوح. وايه مش نفهمها بقى ونروح؟ لا ده احنا خبطنا ودخلونا وقعدونا في حجره الجلوس، وبعد شويه جم يقولوا لك تعالي اقعدي مع الحريم. أنا بقى فضلت قاعد لوحدي لحد ما المرحوم ذات نفسه جه وخدني بالحضن. ولا كسفتي وأني قاعدة مع الست جماعته مبلمي مش عارفة أقول إيه، ولا هم عارفين أنا جاية ليه. الله يخرب عقلك يا شاعر، كويس كويس إنك ما عزتهمش ولحقتي نفسك زيي. لكن ربك ساطر، لما شفت الست لابسة ملون ربك ألهمني اتكلم في حكايه النسب كاني جاي عشان الحكايه دي. انت مش شايفاها غريبه شويه معالي هانم؟ ليه يا سي وصف؟ مش كان لازم قبل ما يفاجئونا بالزياره يبعتوا يستاذنوا ونرد عليهم بالميعاد؟ هي غريبه فعلا، بس انا بقى ما تفوتنيش الوحده يا اخوي، انا لمحت لها وهي فهمت على طول مع انها فلاحه. فكرتني ان كان في جس نبض من الخطبه ام جبريل. يعني انت ام جبريل زارتك وفتحتك في الموضوع؟ ايوه، امال ايه، من كام شهر وانا يميها قلت لها اللي يحب يزورني اهلا وسهلا، بيت الماري عمره ما يتقفل في وش حد، اما حكايه النسب دي بقى فاسم ونصيب. طيب لما يتقدموا رسمي بقى يبقى نفكر في الموضوع. على كل حال الراجل له هيبه كده وطلع. راجل مين؟ الراجل اللي جاي امبارح ده ده فتح الله الحسين عمدة بشنين. طب ومال؟ وماله ده ايه؟ ده متجوز اتنين وداخل على التالت. ده لا يمكن، مستحيل.
انا اجوز بنتي الراجل مزواج زي ده والله لما يكون السلطان ذات نفس. يا اختي وانت بتتنرفز ليه؟ مش لما اكمل كلامي. العمدي مش هو العريس ده جاي يخطب لاخوه. لا كده يبقى كلام معقول. مش تبطل الخصله اللي فيك دي. اوام كده تهب زي زعب بقمشير من غير ما تفهم. والدتي الله يرحمها كانت دايما تقول لي نفس الكلام ده. ناولين الطربوش بعد اذنك. وعلى فين العزم من اول النهار؟ زي كل يوم خميس هروح اقعد على رصيف دكان الهياتني بتاعه العطاره واتفرج على السوق. الاول افتكرت مولد سيدي طلحه من زحام البشر اللي فيه، لكن قالولي ان ده سوق كفر الشيخ اللي بيتنصب كل اسبوع يوم الخميس. حسن اخويا تعمل ايه عندك؟ اهلا يا عمدة، ما حسيتش بيك خالص. ايه تتفرج على السوق؟ انا بحب اطلع في الناس وهما بيبيعوا وبيشتروا. لو عايز تتفرج بجد يبقى سوق البهايم، بس ده بره البلد. قول لي فين شاهر اخوك؟ نايم في اوضته، ما رضاش ننام في اوضه واحده، وقال لي اعمل حسابك ان دي اوضتك. قال ايه؟ ما بيحبش ينام ونفسه في نفس حد. خلاص اعمل حسابك ان الاوضه دي اوضتك. المسامحه قربت تخلص، وانا من رايي تفضل هنا مع اخوك شاهر. انا عايزك تروح تصحيه دلوقتي وتستنوني في اوضه الجلوس. هروح اقعد مع الحجه ورضوانه اجيكم على طول. على الله بس يصحى على طول وما يتعاركش معايا. قلت لها على اللي تحدثنا فيه يما؟ قلت لها يا فتح الله. انت ايه رايك رضوانه؟ اني عارفه انك مش عايز تغصب علي، لكن اني مش عايزه ارجع بشني ومش عايزه اتجوز. انت حكايه الجوازه دي خالص لحد ما تهدي وتروقي وتلاقي اللي تقلك. وانت يما في حكاية الجواز ده أنا ما جبتش السيرة ده خالص. هو أنا ما اتكلمش في غير اللي انت تقوله لي؟ أم جبريل جايب لها عريس يشرح القلب، قلت جس النبض في الظروف ده يما. وانت عارفة اللي بيها. بيها ايه؟ ده بدل ما تعجلها تقوم على عمها وتجويها على الخيالات اللي في دماغي. يعني كل اللي عايزه ان رايح اختي نوارة بشنين وتاج راس الحسينة والسخوية، وان عيني وعينك. ما تعيطيش يا رضوانة، ما تعيطيش يا اختي. لو اعرف بس ايه اللي حرقك للدرجة دي. هو ايه تفتكر ان احنا نسينا حماد؟ يعني خدت عهد على نفسي قدام الشيخ يونس وولاده اني مش هنساه وحقص اخباره وحدور عليه طول ما انا عايش. ربنا يقدرك على فعل الواجب يا ابني. وحمد ابن حلال ويتم ام واب ومسؤوليته في رقبتنا كلنا. لا حول ولا قوه الا بالله. بقى الانجليز ما يلاقوش دونا عن الخلق كله الا حماد. ربنا يخليك ليا يا بلعوم. اسمعينا يا رضواني، انتي تطبي نفسك علشان نرجع البلد النهارده انا وانتي والحجه، وهناك تطبوا لنا زياره علشان اروح مصر انا وانتي. صحيح يا اخوي. وراك ايه في مصر المره دي يا فتح الله؟ حفظت اختي وزورها الاوليه واجيب لها هدوم من بنك سمعان وحيها على الاخر. هو انت حتغلب حجج علشان ترمح على سرايه المصراويه بتاعتك؟ الدار دي هتبقى داركم انتم الاثنين، ولما رضوانه ترد من المحروسه لحد ما ربنا يكرمها في عدلها هتقعد معاكم هنا هي ورجيحة. ده الترتيب الجديد. طيب وامي الحجه؟ مش هتقدر تسيب البلد، هي مسافره معايا النهارده. الحمد لله البلد هديت وما بقتش خايف عليها. طب وش معنى يعني رضوانة هي اللي تسافر المحروسة وتتفسح؟ ماني كمان عاوز أسافر واتفسح. وانت بالذات ما تفتحش عنك خالص. أنا لو عاوز أكرمك
احبسك بقيت عمرك كله. ليه بس يا اخوي؟ هو انا عملت ايه؟ هنا ولا هناك؟ في كفر الشيخ ولا بشنين؟ قل لي ايه اللي ما عملتوش؟ عارف يا شهر، اني مش خايف من ولاد الليل وعصابة صابر الحسيني قد ما انا خايف منك انت. خايف منني؟ هي دي تعجل برضك ابو العمدة؟ لان اللي هتعمله مع غيري هيتحسب علي انا. مش شرط تأذيني وش في وشك، لكن اللي زيك ما يعملش حساب حاجة ابدا، لا دم ولا حرمة مال ولا عرض. انا كده يا اخويا؟ ده انا الشيطان الرجيم بقى. انت كده ما يحق لكش تحبسني وبس، لا ده انت يحق لك تجيب سياف ويطير رقبتي. بس معلش بيني وبينك ربنا. انت تجلت عليه العيار جامد جوه يا بالعمده. بس ما افترتش عليه ولا كذبت في اللي قلته. اخوك حسن جدرو مال اطهر من يعدله. عارف عارف اني صممت ليه اجيبك من دسوق لكفر الشيخ؟ علشان هو انت يا حسن انت الوحيد اللي هتقدر تربيه. اني يا ربي شاهر ده اكبر مني بكتير. مش حكايه سنة حسن، حكايه عقل. مين اللي عقله اكبر علشان ياثر على التاني؟ وحكايه ضمير، ربنا ادى مين فيكم ضمير حي يكفيه هو واخوه. روح روح دلوقت، خد فرصه وغفير من اللي جم معايا وشوف اخوك خدفوش وراح فين. حاضر يا ابو العمدة. ما تتأخرش، أنا ماشي كمان شوية. جرى لك إيه يا عمد؟ ما جراش حاجة الحمد لله. لا جارة، طريت ونعمت كده فاجئة زي ما تكوني نداها خطفتك وبدلتك بواحد تاني. ليه الكلام ده يما؟ عشان قلت كلمتين طيبين لرضوانة. مسكينة ملهاش حيلة في اللي صبها، وسر القلوب عند اللي خلقنا. الكلمة اللي طول عمرك كنت بتقولها لي، وأحب أفكرك يما لو أنت نسيها، بوصية أبوي الله يرحمه لما كان أذان الفجر بيدن ومسك إيدي وقال لي خد بالك من إخواتك. إخواتك كلهم كوم ورضوانة كوم تاني، اوعى تكسي عليها ولا تكسر نفسها. الله يرحمك يا اسماعيل. ايوه يا فتح الله، اني شاهد، اني مش بتهمك انك بتخالف وصيه المرحوم ابوك ابدا، بالعكس ده انت بتنفذها وبالزياده. بس اني ملهوفه على رضوانة زيك وخايفه عليك وعليها. خايفه عليها؟ فهمنا. فعليا انا ليه بقى؟ عدوينا بيكتروا، وان ما لميناش الحكايه بسرعه هيلسنوا، والكلام هيبقى في المديريه بحالها. هيقولوا اخت العمده عاشك وهتموت من جرايب حبها ابن السخاوي. يلد عليك الكلام ده؟ لا يا امه، ما يلدش عليا ولا هستنى اسمعه. علشان كده أنا واخدها معايا المحروسة، هتفضل هناك لغاية ما تنسى حماد وتخف من اللي بيه. لا تقول لي ده المكتوب وحكم القضاء، ولا حال عن الأشياء ماشية ورضا. وابن آدم ريشة طايشة في طبا، ده الصبر طيب والسؤال له جواب. تعمل صواب تاخد نصيبك سواب، واحسبنا عقب الله في يوم الحساب.
احنا عند الله في يوم الحساب والصبر طيب الصبر طيب بحر الحياة متاهات وبر النجاة في الغيب طايحة بمرياح القدر في الدنيا دفة تحدد الاتجاه وعجل يهدينا نفادي الخطر ونشك سكتنا في قلب الطباب والصبر طيب الصبر طيب لكل ده المكتوب وحكم القضاء ولا حل عين والاشياء ماشيه ورضا هو ابن ادم شطاي شفقا والصبر طيب والسؤال صبر طيب واللي يصبر ينول واللي حلم وعيونه صحين يكون وعدوا ان الدنيا دي بحالها نول وسعوا على الله الاتكال والركون تلاقوا توب العيشة زهزه وطاب الصبر طيب